صباح النور منى، نتحدث عن هذا الإغلاق المستمر لمعبر رفح البري وأيضا معبر كرم أبو سالم التجاري. نتحدث الآن عن معبر رفح البري وهذا الإغلاق الذي أرخى بظلاله السلبية على المرضى والمصابين. قبل إغلاق هذا المعبر وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على هذا المعبر، كنا نتحدث عن 100 حالة مرضية وما بين مرضى ومصابين يسافرون من خلال هذا المعبر. منذ هذا الإغلاق حتى هذه اللحظة لم يسافر قطاع غزة أي مريض أو مصاب نهائيا، وهذا يعرضهم وحياتهم للخطر. وهناك نتحدث عن أكثر من 11,000 مصاب هم بحاجة ماسة للعلاج خارج حدود قطاع غزة، إذ أن علاجهم لا يتوفر في القطاع ولا يتسنى للطواقم الطبية توفير هذا العلاج والمستلزمات الطبية الخاصة لهؤلاء المرضى والمصابين داخل قطاع غزة. لماذا؟ لأن أيضا الاحتلال الإسرائيلي يمنع عنهم إدخال هذه المستلزمات الطبية. منذ هذا الإغلاق نتحدث عن ارتفاع في حالات الوفيات لهؤلاء المرضى والمصابين، وأيضا نتحدث منى عن تدهور خطير على حياة هؤلاء المرضى، لا سيما وهم داخل القطاع لا يتوفر أدوية، لا يتوفر مستلزمات طبية، ولا يتوفر أيضا وقود لتفعيل وتشغيل المولدات الخاصة بالمشافي داخل قطاع غزة. هذا إن بقي مشافي لا زالت على قيد العمل وداخل الخدمة بعد إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تدمير أغلب هذه المشافي وإخراجها عن الخدمة بشكل قصري كما حدث مؤخرا في مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع. وهناك أقسام عدة لهؤلاء المرضى، نتحدث عن مصابين، نتحدث عن مرضى السرطان، ونتحدث عن مرضى الفشل الكلوي الذين أيضا يعانون. نبدأ بالحديث عن المصابين. المصابين كما قلنا هناك 11,000 مصاب هم بحاجة ماسة للسفر والعلاج خارج حدود القطاع. هذا وهنا نتحدث عن إصابات بسيطة أو متوسطة أو حتى حرجة، إنما نتحدث عن إصابات هي حالات إنقاذ حياة كما وصفتها وزارة الصحة في قطاع غزة، أي أن كل دقيقة يتم التأخير في علاج هؤلاء المصابين هي تهدد حياتهم بالخطر. أما بالنسبة لمرضى السرطان، اليوم كنت في جولة لإعداد تقرير حول مرضى السرطان والتأثيرات السلبية التي خلفها إغلاق المعبر على حياة هؤلاء المرضى. منذ 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة لم يتلقى أي مريض من مرضى السرطان الإشعاع الخاص بهم ولا المسح الذري ولا حتى الكيماوي الخاص بهم، وهذا يعني أن الأجسام الخبيثة في أجسامهم تنتشر بشكل كبير ولا يوجد من يسأل في هؤلاء المرضى. وهنا نتحدث عن أعداد ضخمة وخرافية، إذ أن منذ سنوات مضت ووزارة الصحة تحدث عن ارتفاع ملحوظ في أعداد مرضى السرطان في قطاع غزة، نتحدث هنا عن آلاف الحالات ليس المئات أو العشرات. أما بالنسبة لمرضى الفشل الكلوي، في كل يوم هناك حالات تسجل لحالات وفيات في صفوف مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة، إذ أنهم يحتاجون لثلاث جلسات أسبوعية، كل جلسة هي من 4 إلى 6 ساعات يومياً، فبالتالي عدم انتظام التيار الكهربائي في هذه المشافي يعرض حياتهم للخطر، وبالتالي يوميا هناك حالات وفيات في صفوف هؤلاء. لك أن تتخيل منى والسادة المشاهدين أن نسبة العجز في وزارة الصحة ونسبة احتياج وزارة الصحة لإعادة فتح معبر رفح البري مع استمرار تسجيل هذه الأعداد ما بين الإصابات والخطورة التي تدهور في حالات الصحية لمرضى السرطان والفشل الكلوي وغيرها من الأمراض التي تحتاج بشكل فعلي وسريع وعاجل للخروج خارج حدود قطاع غزة. كل شكر لك من منطقة الزويدة زميل محمد أبو نموس مراسل الغد، شكرا على كل هذه المعطيات.